اهميه هذا النقاط ما تسنيتيش انا نعمل دوره استثنائيه. احنا كنا فوز دوره استثنائيه باش نعملوا ديال الميزانيه. الخطا اللي وقع الخطا ديالنا احنا نقدروا نتعرضوا ليه ديالنا. احنا دخلنا بعد ما كنا داز التمنيه ديال السلطه هي نبهتنا ليه حتى صيفطنا لها استدعاء ديال الجلسه. عاد شافت جوج نقاط زادوا. القانون الجديد قبل كنا كنعملوها ما غاديش كيثيروا لها الانتباه، دابا ثيروا لها الانتباه مع الاخرى ما تكررش غادي تكون الدوره ديالو ما نعملوهاش داخل المونتمنيه. كيقول لك بالنسبه للقانون يقول لك ما اعتبرنا احنا عندنا ما عندناش الحق ديال حتى السلطه تجي تجيب لك شي نقطه خارج التمنيه غترفضها لا تقول ما يمكنش. القانون عطاها داخل التمنيه. هذا هو المشكل اللي وقع، وقع واحد المشكل قانوني حنا دابا كنعتذروا عليه وكنعتذروا وكنعتبروا بان هاد النقط مهمين نعملوا نحاولوا نعملوا في اقرب دوره استثنائيه مقبله ان شاء الله. غادي توصلوا بالجواب ديال هذه ديال عدم الادراج ديالها وفي النسخه ديال رساله السيد العامل، وفي نفس الوقت غادي نشوفوا نعملوا في هذا الشهر هذا ديال لان النقط مهمين حنا حتى ما لان التقيت مباشره النقطه السابعه الاخيره دراسه وتصويت على ندخلوا تفضل تفضل. عنده ميكرو المعارضه احمر عزك الاخر خطر. بسم الله الرحمن الرحيم. على خاطر الموضوع ديال الاسواق بفعل يعني كرئيس لجنه المعارف العموميه لاننا ناقشنا هذه المواضيع في داخل اللجنه اللي في جلستين يعني المشكل اللي وقعنا يعني انا بالنسبه لي لا ما غنسلمش على النقطه، غنسلم على هذا المشكل اللي كتعرف له اللجنه هو غياب تام لرئيس قسم المبادره الوطنيه للتكنولوجيا، غياب ما كيجيش وخصوصا الاسواق هذو مازال المبادره الوطنيه للتكنولوجيا ما جاتش شد هذا الملف هذا، لهذا كنطلبوا الان في المجلس على ان لابد قرعوا مراسلات السير رئيس الدائره اللي حضر جا حضر معنا وعطانا يعني معلومات مهمه رئيس الدائره رئيس العربي ما حضرش والمره الثانيه كيغيب رئيس يعني رئيس ديال المبادره الوطنيه للبشريه ما حضرش لهذا الاخوان داخل اللجنه هما من حقك هنايا كتكون عندهم معطيات ضعيفه ضعيفه بزاف. هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه هو ان الاخوان ديال اللجنه المؤقته اللي كيتبعوا سوق الاحد حتى هما عندهم صعوبه صعوبه كبيره بزاف على انهم يتواصلوا مع المسؤولين لا في العماله ولا في الدوائر الحضريه. لذلك نتمنى سي العريس انك تعاون هذه اللجان هذو بجميع الوثائق والمعلومات باش نخليهم انهم يقوموا بالواجب.